في عام 2016 في 26 سبتمبر تعرضت محلاتي التجارية في أحد المدن اليمنية الكبيرة إلى عملية نهب وسلب كامل. في هذه الليلة اتصل لي أخي، قال لي يا أخي بيتصلوا لك من هذه المدينة، عبد الرحمن بيتصل لك ما بتجاوبش، إيش المشكلة؟ قال جاوب عليه. رددت على التلفون، خيري ما في أشفي. قال يا عم غالب محلتنا نهبها كامل. قلت الحمد لله على قضاء الله وقدره. جلست في يومين في صنعاء، من بعدها قررت أسافر، فاتجهت مباشرة، خرجت من صنعاء في 28 سبتمبر في عام 2016، اتجهت مباشرة إلى أحد الدول الأفريقية. فكان سفرنا من صنعاء عبر المخاء، فكان هذاك اليوم من خروجنا من صنعاء إلى وصولنا إلى المخاء يوم متعب وشاق، وضرب ضرب يعني ضرب طيران لما وصلنا المخاء. بعدين صعدنا إلى السفينة أو القارب إلى مدينة جيبوتي، فكان سفرنا يعني مخاطرة، حتى من عندما طلعنا فوق السفينة تكلموا معنا ممنوع تعمل أي إشارة أو ضوء. خلاص في الليل طلعنا الساعة 9 وصلنا الساعة 12 الظهر جيبوتي. بعدها توجهت من جيبوتي إلى أحد الدول الأفريقية، هذا كان هروب من المأساة الذي حصلت، ولا البحث عن أي بديل أو أي استثمار أو أي شيء. وصلت إلى عند إلى هذه المدينة في أفريقيا الدولة، تقابلت مع أحد الأصدقاء، تكلمت إيش حصل لي، ما هو الذي تعرضت له. قال ما هو المطلوب؟ قلت يعني أفعل أي شيء. قال أنت جاية من بلدك من اليمن من بلاد الكنز وتبحث عن الكنز؟ أنا استغربت. أيوة. قال يا أخي الله يرضى عليك، ارجع اليمن، ارجع بلادك. أصلت في هذه الدولة تقريباً أسبوعين، وكان رجوعنا يعني بمشقة الرجوع، لأن إحنا خرجنا من اليمن ما بيش تأشيرة في الجواز، طلعنا مع السفن حق البقر، المهم نتخارج. فرحنا إلى عدة يعني عدة دول لما وصلنا كي ندخل إلى اليمن. بعدها رجعت إلى اليمن، جلست، الفكرة يعني دخلت في راسي، لأن معنا كنز وإحنا مدعمين. رجعت إلى حراس مباشرة إلى قريتي، من صنعاء إلى قريتي مباشرة، أشتري البن من المزارعين ومن أرضي. أنا عندي مزارع، بس كان هنا مهم لله ومفلت الله وجالسين في صنعاء. أشتريت البن من حراس من جميع المزارعين في هذه في عام 2000 في الموسم في شهر 11 2016، لأن الموسم البن يبدأ من شهر 10 إلى شهر 1 من السنة الثانية. أخذت الكمية من البن واشتريت من المزارعين وجففت بعضه في الأسطح على أسطح المنازل، نفس الصور هذه تقليدية يعني على الطريقة القديمة. في نفس العام أخذت الكميات وطلعت لصنعاء وبعناها لأحد الشركات أو لشركات. بعدين أرسلوا بهذه البضاعة البن هذا المنتج إلى أمريكا، فطلع جودته ممتاز جدا. في عام 2017 سمعنا إن في معرض، يعني معارض، إن في معرض في أمريكا في سياتل. فتوجهت أنا وصديقي من اليمن، سافرنا إلى مصر كي نحصل على تأشيرة لكي نحضر هذه المعارض، معارض الدولية حق البن. نشتي معانا نشتي نزوي ايش معانا، ما هو البن حقنا. للاسف الشديد وصلنا للقاهره، قالوا تاشيره ما فيش لليمنيين، يلا ارجعوا. جلست اسبوع اسبوعين بالقاهره، حاولت ما فايده. رجعت انا وصديقي الى اليمن، ورجعنا يعني بشغف، ما من دون اي يعني بنشاط.
ورجعنا إلى حلاس. في نفس الفترة سمعنا قالوا في معرض في فرنسا للبن، وهذا المعرض مدته شهر، بانسل للهند، يمكن يأشروا لنا من الهند. قلنا توكلنا على الله وسافرنا للهند، نفس الموضوع ما فيش فائدة، ارجع اليمن. رجعنا اليمن طبيعي، رجعنا يعني وإحنا صراحة يعني متحمسين، ما عندناش أي تخاذل. بعدها كيف نسوي؟ البن عندنا موت، وإحنا نشتي حتى قد بنا حقنا خرج إلى جميع أنحاء العالم، وعارفين بالبن اليمني وجودته. رجعنا طورنا العملية في التجفيف، في عملية التجفيف، لأن كان في يعني طريقة تجفيف كي نحصل على بن ذات جودة، وهذه بطريقة السراير. فبدأت أول شيء بسرير واحد، طلعت له الجبع، قلت أجرب. وبعد السرير أثرت إن في فارق كبير، فحاولت بعد السرير صرت عدة سراير، يعني من 20 إلى 25، لما وصل إلى 500 سرير، وفعلت لي مركز للتجفيف، مركز للتجفيف، أيوه نفس هذا المركز، نفس هذا المركز التجفيف الذي يحتوي على 500 سرير وعلى دورين طبقتين، فهذا كي نحصل على جودة عالية في البن. بعدها مباشرة في نفس العام قامت عندنا ندوة أو نهضة مجتمعية، يعني رجعنا إلى البلاد، بادرة مجتمعية، أصحابنا كامل جميعهم نزلنا إلى منطقتنا إلى حراس، وقمنا باستئصال ما تبقى من شجر القد، تقريبا 500,000 شجرة قد، واستبدالها بشجرة البن. نعم، فهذه الشجرة المنطقة هذه كان كلها قات، صفيناها كامل تقريبا، واستصلحنا الأراضي، وبدأنا باستصلاحها وزراعة البن. في نفس العام الإنتاج عندي موجود، سافرت إلى السعودية، تحمست معي بن على الله وبالله، قلت دورة والذي جنبه. دخلت أحد المقاهي في جدة، أكبر المقاهي المعروفة في جدة، وصلت على طول عند قلت له، قال لي صاحب الشركة، قال أنت يمني؟ قلت أيوة، قال أكيد معك بنت، شيء تبيع لنا بنت؟ قلت نعم. قال هذا سؤال زي اليمنيين الأولين اللي يدوا لنا البن، يعني خلينا نبشر ما معه. جبت لهم البن، الرجال أول ما فتحوا حقوا المدراء يعني من لبنان من بريطانيا، ما شاف البن أول ما شاف استغرب، قال يا أخي جيب لي شوية، أدينا له شوية عينة، كمبر لليوم الثاني، قال لي ارجع لي بعد يومين. حمصوا البن، قمنا بعملية تذوق، وكان موجود في هذه العملية ناس من بريطانيا، من كولومبيا، من دول أمريكا اللاتينية التي هي بلاد يعني فيها البن موجود، تذوقوا هذه، فطلعت البن حقنا يعني درجة أولى، والحمد لله قمنا ببيع لهم كمية بن ذات جودة. في نفس العام كان في معنا دعوة أنا وصديقي، قالوا في أوغندا واحد صديقي معه شركة ومصانع ومزارع بن، دعانا إلى أوغندا، سافرنا إلى أوغندا، يعني حضرنا كان في مؤتمر حاجة عن البن والهذا، دخلنا المزارع حقه، دخلنا المصانع، شفنا البن حقهم تمام. رجعنا بعد ما شفنا البن حقهم، رجعنا إلى بلادنا على جودة البن حقنا، يعني رجعنا والله العظيم يعني بشغف بحب على إيش معنا من إنتاج من ثروة. نعم. وفي عام 2019 شلينا شوية بن، جاءت شركة إلى اليابان، وفزنا بالميدالية الذهبية للعام 2019 كأفضل قلص بن في العالم، الأول كأفضل قلص بن في العالم. وبعدها وقبل أسبوع وقبل 10 أيام
إلا وتوصلني رسالة بالميدالية الثانية، الميدالية الذهبية. شركة إيطالية يابانية في أفضل جلس في الأول، في أفضل جلس في العالم البن. يعني ماذا ننتظر؟ إيش رأيكم أنتم؟ هذا الكنز حقنا الذي ضيعناه، الذي نسيناه. في بعض الأشخاص والله بعرف ما هو عارف إيش هذا، الذي يقول هذا كرز، الذي يقول هذا مش عارف ما هو، مش هو البن. وللأسف الشديد بعض الناس يقول ما إيش هذا، إيش ال وقبل فترة، يعني ما عاد أقولش قبل فترة، قبل شوية أو قبل ساعة، من أحد الشف قال إيش هذا، قل لا مش عارف إنه بن. أين التوعية؟ وين وزارة التربية والتعليم؟ وين وزارة الزراعة؟ ما هو هدفنا؟ يعني نضيع المنتج حقنا؟ يعني أتمنى، بالرغم إن إحنا يعني كنا في القرن السادس عشر نصدر إلى جميع أنحاء العالم ما يقارب 60,000 طن، هذا ما كان بش معنا لا مواصلات ولا حاجة تقنية زي ما الآن. والآن وصل عندنا التصدير إلى 5,000 طن. ما هو السبب؟ نعم، القحط. وإيش بالرغم إن المزارع لما يقول لك البن يشتي ما خيرات، يا أخي القحط يشرب 70% والماء يشرب 3، والقحط والبن يشرب 30%. هذه ما هي حجة. وأتمنى من الشباب الذي لو ما قد عمره 12 سنة 13 سنة كان ضيع عطف فوق المتر وصنعاء أو في أي مدينة من اليمن، يا أخي يرجع معك أرض، أرض عيد، يعني في تقريباً مئات الآلاف الهكتارات الآن اللي صلبه، يعني صلب. وهذه ولا في أي واحد ولا في أي مواطن ولا في أي شاب إن ما فيش معاهم أرض في البلاد. ارجع لبلادك، الزيلة استصلح أرضك. وأتمنى من وزارة التربية والتعليم إني تضيف في المناهج توعية للمزارع، توعية للطلاب، توعية يعني في الإذاعات اليومية عن البن وما هو البن وما أهمية البن وما هي خصائصه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.